تأتانيث لن تخرق عرش إسبانيا لوحده مستقبلا، فالأسر المالكة الأوروبية مقبلة على أجيال من النساء لتسلم تاج الحكم ووراثة العرش، أولهن الأميرة ليونور، ورغم أن والدها الملك فيليبي لا يزال في مقتبل العمر ويبلغ 55 عاما، ما يتيح لابنته وقتا طويلا لتتشكل كملكة منتظرة. أما في السويد وبدأ تعديل الدستور لجعل ولاية العهد لأكبر أبناء الملك بغض النظر عن الجنس. أصبحت الأميرة فيكتوريا الملكة المستقبلية للبلاد ومن بعدها ابنتها. الحال نفسها في بلجيكا، هولندا، النرويج فأميرات يتم تحضيرهن لاستلام العرش، رغم أن بعض هذه الملكيات كالنرويج لم تحكمها ملكة منذ 6 قرون، ولكن في وقت تتجه هذه الملكيات باتجاه الورثة للنساء، وطوت بريطانيا صفحة الملكة إليزابيث الثانية التي حطمت رقما قياسيا بالجلوس على عرش المملكة ل 63 عاما.